أعتقد أن الله قد منحنا آباء وأمهات لا لكي يقوموا برعايتنا فقط، لكن ليمنحونا القدر الضروري واللازم للحياة من الحب. كان من اللازم أن يحبنا أحد بلا شروط ولا توقعات، لا خيبات ولا هجران، حب للحب ذاته. كان يجب أن ننام على وسائدنا موقنين أن قلبا ما في مكان ما لن يتركنا أبداً.